دخولي أول وجي للميدان الفني ما كانش برغبة مني، وما شاء الله عملوا كل شيء، ما خلوا حتى ما عملوا هالشي، ولكن في الآخر توحد ما تخلص. عندي مبدأ على أنني مني مشي نخدم كمشي نخدم، ومنين كتفاهم مع الناس على واحد التامن مثلا كيجون عندك هنايا كيقولوا لك شنو 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 شنو، كتمشي واخا تجبر اللي جبرتي، واخا تفاجئ باش ما تفاجئتي. يستحيل انك مثلا تقلب على الناس نهار الفرح او لا تعمل شي حاجه بلا ما تقلب على الناس، انك تكون سبب في شي حاجه اللي غادي تسبب في شي حاجه العصب او لا في شي حاجه الغيار ديك الناس الفرح في ديك النهار الفرح، يستحيل نعملها. الحور يا رسول الله، الحور يا حبيب الله، الحور مجيد عندك قصد لمن يا حبيب الله. مساء النور إنصاف، معكم إيمان الرياحين، أكيد طنجوية بنت المدينة القديمة. ويا سلام على المدينة القديمة، ناس ما شاء الله عليهم، ناس طيبين، ناس ظريفين. كيف كتعرف حنايا في المدينة القديمة دائما ديك الجو الفني، ديك الجو الروحاني، الجو الديني اللي كان كيكون عندنا في الأمسيات اللي كانوا أيام، كانوا الجيران إنصاف أيام، كانوا البيبان محلولين، وكان الجار كيدخل عن جاره والجارة كتدخل عن جارتها بدون استئذان، يعني الباب مفتوحة. في العشية كتكون مثلا اليوم عند فلانة، كنمشيو كيكونوا العشيات كيكونوا الدرابك، حنا كنقولوا الدرابك وبنادر والطيران، هذاك الجو هذاك ديما تربى معايا، كبر معايا، كبرت معاه انا بالاحرى، كبرت معاه، تربى فيا ذاك حب الفن وحب كل ما هو اصيل، كل ما هو اصيل وصافي. وما نساشي على أن كان الأخ ديالي الله يرحمه برحمة الله الأستاذ عبد الكريم الزكري اللي كان محامي وكان عاشق كبير للفن وكان عازف كبير لآلة العود، واللي كان الحبيب ديالي كان كيعطيني قطعة من قطع أم كلثوم أو لعبد الحليم أو من الرواد، كان كيقول لي إيمان غادي تحفظ هاد القطعة هادي، منين غنجي أنا غنجبر لك حفظتيها، أنا غنعزف وانتينا غادي تغني. هذاك هو الجو اللي تربينا فيه، هذاك هو الجو اللي كبرنا فيه، حتى كبرت إيمان، حتى كان دخولي أو ولوجي للميدان الفني ما كانش برغبة مني، لأن فعلا ما كانش عندي الفكرة أنني ندخل للميدان الفني، ولكن كان إلحاح كبير من الناس اللي كنعرف ومن الناس اللي كنت كنجلس معاهم في العشيات والناس اللي كنا كنجلسوا نغني ونضحكوا ونبسطوا مع بعضنا، حتى سبحان الله العظيم حتى ولجت الميدان الفني من أوسع بيبان والحمد لله. وأكيد أكيد أكيد بحب الجمهور هو اللي خلاني نعمل هاد الشيء. هذا كنت كنعمل الحضرة وكانت عندي فرقة بدون موسيقى، كانت عندي فرقة إيقاعية، كنا كنمشيو نعملو الحضرة، كنعملو الأغاني الدينية، كنعملو، ولقيت نجاح كبير الحمد لله. ومن من من الحضرة من الحضرة كنعاود إلحاح كبير من عند الناس ومن عند حبابي وناسي اللي لاحوا عليا أنني نبدل ستيل
من 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 فرقة أو من فرقة الحضرة للأوركسترا. ترددت في الأول صراحة، ترددت في الأول، خفت لأن ماشي سهلة، وخصوصا أن أنا تكويني ماشي تكوين أكاديمي، ولكن الحمد لله عندي أذن موسيقية جميلة ونقيقية. كنعرف الأخطاء، وكنعرف فين أخطأت وفين أصبت وفين. وأكيد ما نساشي أن أنا ماشي بوحدي وصلت لهاد المرحلة. أكيد أن الوقوف الفرقة الموسيقية ديالي اللي هي برئاسة الأستاذ رشيد ترفوس اللي هو فنان كبير وعازف كبير، أنه ساهم بواحد القدر كبير في النضج الفني ديالي الحمد لله. وأكيد أكيد أكيد أن النجاح والوصول كان بفضل جنود الخفاء اللي وقفوا معايا واللي وقفوا في ظهري. وأكيد أكيد ما ننساش الوقفة ديال سي هشام مرشان تبارك الله، اللي هو مدير أعمالي، اللي كان له الفضل الكبير في أنه تبارك الله عليه أكتيف. أنا ما نقدرش نتحرك بنفس الطريقة اللي كيتحرك هو، ما نقدرش نوصل بنفس الطريقة اللي غيوصل هو. وأكيد أنا المعارف ديالي محدودة، والمعرفتي بالناس محدودة بحكم أننا تربي ديالنا وتربينا في جو أنتي عارفة إنصاف بلا ما نقولك. هو تبارك الله عليه كان له الفضل الكبير في الوصول ديالي لهذه المرحلة اللي أنا فيها. في الأغاني اللي كتطلب في العراسات فيها جميع الألوان، يعني خصك تردي جميع الأذواق. ولكن حنايا في الشمال هنايا ضروري 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 خصك للي اللالي، ضروري خصك تبدا بلا لي اللالي، ضروري خصك تعمل شويه ديال الاندلسي. الطربيات يا سلام، الناس كتحماق هنايا على الطربيات، ولكن الطربيات اللي هما معروفين واللي كيعرفوا من الجميع باش كيشاركوك الغناء ديالهم. كل شيء شعبي كيلقى واحد عنده واحد القاعده جماهيريه كبيره تبارك الله الشعبي في الاعراس ديالنا. وحنايا كنعملوا من كل فنين تعرف، خصك شويه من كل شيء، لان العرس خصو يكون يدوز متنوع من كل شيء. واكيد انصاف حنايا يستحيل يدوز شي عرس طنجاوي عندنا هنا، ويستحيل ما تكونش فيه القصيده ديال الحرم يا رسول الله، يستحيل. لان بالنسبه للشده الطنجاويه ديالنا هذاك واحد الرمز اللي معروف به، اللي معروف به مدينة طنجة، هي الشدة الطنجاوية. والشدة الطنجاوية ضروري ضروري خصها تخرج بقصيدة الحرم يا رسول الله. الحرم يا رسول الله، الحرم يا حبيب الله، حرم جيت عندك قصد لمن يا حبيب الله. اللهم لك الحمد، ما ماشي زعما ماشي كنقول هكذاك وكان، ولكن الحمد لله يا ربي عمرها ما وقعتنا شي حاجه اللي هي صعيبه او اللي كتبقى مثلا راسخه في الذاكره، كتبقى تحز في القلب. ولكن الحمد لله حنا الناس ديالنا ناس طيبين انصاف، كتلاقى مع ناس اللي هما شويه صعابين، ولكن الحمد لله الاغلبيه الناس ناس طيبين، ناس خصهم غير الفرح ديالهم يدوز في امان الله وحفظه يدوز مزيان. هلو كان واحد المرة كنا دوزنا من واحد الطريفة، على أن تبارك الله واحد الناس كانوا عملوا الفرح ديالهم، وما شاء الله عملوا كل شيء، ما خلوا حتى ما عملوا هاشي، ولكن في الآخر تا واحد ما تخلص وحتى واحد ما دار. المرة تبارك الله عملت كل شيء،
كل شيء عملت اللي خممتي في اي حاجه طاحت لك في بالك عملاتها ودوزنا الفرحه. اش غادي نقول لك؟ يا سلام. ولكن في الاخر تبارك الله حتى واحد ما تخلص والله العظيم ما انصاف حتى واحد ما تخلص. شيكات تريتر بالشيك باقي ما تخلصشين دابا. القاعه بالشيك ما كنا خدمنا في واحد القاعه كبيره في كزنايا بالشيك باقي ما تخلصش. زيانه مسكينه بالشيك باقي ما تخلصتش. الله يذكرها بالخير كانت زيانه مسكينه. انا كذلك ما تخلصتش. السربايات مساكن هكذاك ومشاو في حالهم. شي حاجه كان كيتسنى شي فلوس غيجيوها من على برا خواو بيه الناس اللي كانوا غيصيفطوا له الفلوس. كنتو ديتو شي عربون شي حاجه ولا؟ طبعا العربون دينا، طبعا العربون دينا. ولكن سبحان الله حتى واحد ما قدر يقول شي حاجه لان الناس حتى ديك الناس سبحان الله ما قدرنا نعملوا حتى حاجه كاملين. كنشوف مثلا شنو واقع، شنو كاين، شنو هذا، شنو الجديد، شنو هذا، شنو هذا. كنحاول دائما نجدد من راسي، كنحاول دائما نعمل شي حاجه جديده. والحمد لله انا كنتوفق اللهم لك الحمد. ولكن انا ما عنديش احتكاك ب ب ما عنديش احتكاك ب ب بالناس بالوسط الفني، مع انني كنعرفهم كاملين تبارك الله عليهم، الله يعاونهم، الله يزيدهم. ولكن انا شخصيا ما عنديش احتكاك ب انت كتعرف وليداتي، ماما، بقالي، الشغل، الدار، هذا ما عنديش داك الاحتكاك بالناس الوسط. بالعكس الناس الاعراس مساكن. شوف اكثر ناس تضروا في كورونا هما الناس هذا الميدان هذا. فعلا الناس تضرت بواحد الطريقه ما كتوصفش. انا نقول لك انصاف، الناس ده هذا الميدان خدامين يوم بيوم. خدمتي غادي تجيب داك المصاريف وغادي تاكل، ما خدمتي شي ما الغالب الله خاصك تمشي تفتش على خدمه اخرى. فهمتي يا انصاف؟ الناس مساكن لا السربايات ولا الناس اللي كطيب في الاعراس ولا ترونسبور اللي كيخدم مساكن مع الناس الاعراس. القاعات انصاف القاعات راه كلاو مساكن الشحط بالمعقول. والحمد لله انا الفرحه ديالي الكبيره هي انني منين كنمشي اي فرح يا كبير شانو يا صغير شانو انصاف كان حماق على انني نخلي واحد البصمه مزيونه ونخلي واحد الذكرى مزيونه عند العروسه، عند ماماها، عند خالتها، عند عائلتها، عند الناس اللي حضارين. حيت في الاخير كتبقى باش كنتذكر انا هو هذاك اللي كيهمني في الاخير. حيت منين كتمشي تخدم وكتحسب على ان ديك العروسه ممكن تكون اختك، تكون بنت خالتك، تكون صاحبتك، تكون بنت حبيبك، تكون خصك تخلي على ان مهم تخلي واحد البصمه مزيونه منين تفكرك تقول يا سلام ايمان الله غزال الله يرحم راه سلعه. عندي مبدا على انني منين نمشي نخدم كنمشي نخدم، ومنين كتفاهم مع الناس على واحد الثمن مثلا كيجيون عندك لهنايا كيقولوا لك شنو كتمشي واخا تجبر اللي جبرتي واخا تفاجئ باش ما تفاجاتي. يستحيل انك مثلا تقلب على الناس نهار الفرح او لا تعمل شي حاجه بلا ما تقلب على الناس، انك تكون سبب في شي حاجه اللي غادي تسبب في شي حاجه ديال العصب او لا في شي حاجه ديال الغيار ديك الناس ديال الفرح في ديك النهار ديال الفرح. يستحيل نعملها. حتى واحد ما غيقول ان ايمان جات خدمت وجبرت داكشي ماشي اللي تفاهموا عليه وطلبت حقها، لا ما غيقولوهاش. غادي يقولوا تقلبت على الناس ديال الفرح، يقولوا فتنت الناس ديال الفرح، غادي يقولوا عملت الفوضى في الدار ديال الفرح. فهمتي؟
انا هذه يستحيل نقدر نعملها، ما نقدرش نعملها. اكيد اكيد الاذاعه، اكيد الاذاعه، لان اش غنقول لك، منين غادي توصل للاذاعه المغربيه غادي يكون واحد الاعتراف كبير وجميل وغزال ب ب بالموهبه ديالك، بالفن الشمالي ديالك. الا وصلت للاذاعه غادي نكون فرحانه على انني قدرت نوصل، وقدرت نوصل حتى الفن الشمالي الجميل ديالنا، الاذاعه المغربيه. الحمد لله عندي مقاطع، وقمت بتسجيل اغاني الحمد لله، اللي لقات واحد الاعجاب واستحسان كبير من عند الجمهور. والاغنيه اللي سبحان الله العظيم عندها معزه خاصه عندي، اللي هي الاغنيه اللي هداها لي الاستاذ الفنان الكبير استاذ رشيد المريني، اللي كانت من كلماته ومن الحانه، اللي هي من ادائي المتواضع، اللي هي اغنيه نهارك لالا، اللي الحمد لله العريسه ديالي كاملين كيطلبوا على انني نهبطهم بها. واغنيه جميله واصل نهارك لالا، نهارك لالا، العروسه هذا العسلي ليلتك لالا، العروسه وهدي لي نهارك لالا، نهارك لالا، العروسه هذا العسلي. وكذلك كانت اغنيه اللي هي الجبليه، اللي كانت من كلمات والحان الاستاذ عبد السلام حلومه. وما نساوش الاغنيه ديال خليو الزين خليوه، اللي هي من كلمات والحان الفنان الكبير عبد الملك الاندلسي، الله يحفظه والله يعطيه صحيحته، فنان كبير وجميل وغزال ومتواضع. ومجموعه من المقاطع اللي الحمد لله لقت استحسان كبير، ومن ابرز الاغاني اللي فعلا كتمسني شخصيا وعزيزه على قلبي بزاف، اللي هي اغنيه ياك جرحي للفنانه الكبيره والهرم الكبير الاستاذه نعيمه سميح، لكلمات والحان فعلا ما يمكنش شي واحد يسمعهم بلا ما تمسوا بواحد القدر يا صغير يا كبير. يا كجرحي جريت وجريت حتى الشمال عزيت فيه ونسيت وعالجت وداويت وترجيت الله يشفي أجرحي، واليوم يوم تديت يبالي بيا أولى بي أنا جريت وجريت وعييت وتهديت. طبعا الفترة ديال كورونا، مجرد أننا كنقولوها الحمنا كتبورش، لأن فترة صعبة 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 بمعنى الكلمة، وكانت صعبة لا ماديا ولا معنويا، لأن فعلا معنويا قصينا بما فيه الكفاية. مجرد أن كتحس بالحياة ديالك شي واحد جاء وسلبه منك، يعني عطيك فوقاش تدخل فوقاش تخرج، مامك ها هي ما تقدرش تقرب لها، وليداتك هما ما تقدرش تقرب لهم، عائلتك خوتك واحد الفترة إلى غادي نهضروا عليها راه خاصة أشواط وأشواط وأشواط من تقصحنا لواحد الدرجة اللي لا توصف. كنصح جميع السيدات والنساء بصفة خاصة على أن حتى شي وحدة ما تبقى
جالسه وكتسنى كاين ما يدار كاين ما يتعمل. موجود الخير، خص غير الانسان يتحرك، خص اللي ما عارفه ما تعمل ما تعمل ما تعمل. كاينين الناس كيعملوا الحليوات في الدار، كاينين الناس كيعملوا الرغيفات في الدار، كاينين الناس كيخيطوا في الدار، كاينين الناس. اهم حاجه انك سيدتي ما تبقاش جالسه وكتسنى، تحرك. كل ما تحركتي كل ما غتحس على انك قادره تعطي، كل ما حسيتي على انك قادره تعطي كل ما غادي تنتج. حتى وحده ما تبقى جالسه وكتسنى، كل شيء يتحرك. واخيرا بغيت نشكر لالا انصاف الغزاله، تبارك الله عليك. فعلا 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 الى ذكرتي مهنه صحفي او لا صحفيه، انا كنتمنى على ان جميع الصحفيين والصحفيات يكونوا بنفس الاخلاق والمستوى والرقي اللي فيه هذه الانسانه هذه. تبارك الله عليك لالا انصاف، شكرا خي سفيان، تبارك الله عليك، الله يحفظكم الله ينجيكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.